لممثلي الوطن اليوم بأن يدفعونا ويقدمون مباراتين جميلتين. تسديد من بعيد قاطعة، أول الأهداف الآن، أول الأهداف، أول الأهداف فعلا، أول الأهداف، ولكن ليس بالكثافة المطلوبة. جول، هوبا، ضاعت أول الفرص على جوردي سيلفا. يا سلام يا سلام يا سلام يا فرانكيز في صناعة اللعب. بداية قوية للكويت، كويتي، جول 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 جول. مثل ما قلنا خشونة موجودة هنا فرانك. يا سلام يا سلام يا سلام، ناوية محمد العباس، يبحث عن الفقرة، يبحث عن الدائرة، سدد سدد سدد. منتخب الكويت، نشوف البنت، هنا التسديدة، هنا أنخيل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الهدف. شوف شوف، لكن التسدي موجود، هذا حسن التريك، فاست بريك سريع. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا السلام. انتقل النادي العربي القطري، سدد سدد سدد، خلاص خلاص. اللاعب المتمكن هنا، محاوله على الدائره ودخول، وايضا ما فيها شيء، اعطي مبدا التسديد واتاحه الفرصه. اوه سوي مو سوي، يسدد ابدا. محمد حبيب يحاول، هنا جورج سيلفا، والتصدي موجود. برافو برافو يا حسن يا صفر، شوف المرتده، شوف العدواني، شوف العدواني، برافو برافو. دقائق يعني ماكو دفاع، يعني ماكو دفاع. فرانكيز راح يسدد، راح يسدد انخيل، هوبا. 12 دقيقه ما سجل الا 3 اهداف على مستوى الدائره. الان يا سلام، يسدد على الاطلاق من خلال الجناح، وكذلك حسن غزو، حسن غزاوي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ارتدى بشكل سريع، وصلت الى عبد الله عباس، الى لوسيانو، الى التاروتي. يبدا الدفاع يصحصح، يبدا ياخذ كل لاعب مسؤولياته. هرنانديز اللي ما له حل، محمد حبيب ولوسيانو موجود، راح يسدد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام. اول التسديد صعبة شوية، محمد حبيب، يا سلام يا سلام، ارتقاء جميل ولكن بعيد. راح يرفع ايد الحكم إشارة السلام، لأن الأضغط محمد حبيب. محمد العباس، جورج سيلفا، محمد العباس، هوب. اشعل ولا نذير؟ ارميها، أوه لا داخل الشباك. تكسير مدافع في النص، سدد، يا سلام يا سلام يا سلام عليك. فرانكيز راح، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الفنت الجميل، هو صاحب المركز الاول في كل البطولات. يا سلام عليك عبد الله عباس، سلمى راح يسدد، يبحث دائما عن الدائره. نادي سالم، جون، جناح، هي هوب. العدواني موجود، عبد الله خميس يحاول يسدد، يتعامل مع تكسير. يا سلام يا تكسير، يا سلام يا تكسيرة. محمد حبيب يبحث عن الاختراق والتسديد على مستوى الجناح مرة أخرى، هوبا، ولكن التصدي موجود من علي صفر. على محمد حبيب يبحث عن الاختراق، جورج سيلفا بعيدة ولكن وصلت، حسن صفر، حسن أو علي صفر، هنا الدخول مرة أخرى. يا عباس، خطرة خطرة، عبد الله عبد الله اللي يساعد، ولكن ما يعاني من الهدف هو هرنانديز. والله كرات سريعة، هنا محمد حبيب أيضا، ولكن صعب صعب، خلاص تبرد. لا تقدم، ممكن يتقدم عبد الله عباس، هوبا. لا 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 كاروتي، كلا لا، مش ممكن، تعادل ولا شلون؟ فرانكيز مرة أخرى بعيدة، خلاص حسمها فرانكيز، قال ما تبون تتقدمون أنا أتقدم، هنا خلاص انتهت، ثانيتين خلاص بعيد، خلاص ضيع. أقمار المسيري، لنكون معكم في الشوط الثاني من أحداث اللقاء الذي يجمع سيطرة الهدف، عادت لفرانكيز اللي راح يسدد على على مستوى الجناح. هي 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 يا موسوي، بعد مرة أخرى للهدف، محمد العباس على الدائرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا تاروتي، يا سلام عليك يا حسين يا شاكر يا تاروتي، مرة أخرى، هوبا سريعة. عباس على مستوى الجناح، كانت داخل الشباك. لوزيانو، وتصدي جميل من علي صفر.
يا سلام يا والله كرة جميلة، كرة كانت جميلة ولكن قطعت، فرصة كانت وارتداد مرة أخرى. حبيب إلى الجناح، هنا التمويه الجميلة وداخل الشباك، برافو. دخول خطأ فعلا، دخول خطأ مرتدة بشكل سريع، بشكل سريع وشباك فاضي، شباك فاضي بين رافع ايده ما زال عبد الله خميس، العدواني يحاول التسديد من بعيد يحصل على هدف صعب، وبالتالي كانت زاوية صعبة، كانت زاوية صعبة. محمد حبيب فنت يورجي سيلفا، رافع ايده إشارة السلبي، راح يصفر سدد لسه بكير 20 دقيقة، مركز حاول التسديد، سلسلة سدد 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 هرنانديز، تكسيره مقفل منطقة النص، ولكن الدائرة تاروتي الجزيرة الإماراتي خامس، عدواني عملها 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 بهدف جميل. محمد حبيب راح يسدد من بعيد، جورجي سيلفا اختراقة جميلة، فارق هدف وحيد، عدواني محاولة مرة أخرى وصلت، فرانكيز هو صاحب الحلول، حطها بهدوء الأوقات من محمد حبيب إلى جورجي سيلفا مرة أخرى، وعلي صفر يتألق، روزيانو إلى محمد حبيب ولكن صعبة بهذه الطريقة، وراح نحسب من يخطأ، جورجي سيلفا سدد لهجمة جديدة، محمد حبيب جورجي سيلفا مرة أخرى سدد وشكل، لوزيانو محمد يا سلام، اوبا الموسوي، هنا هرنانديز عمل المروحة الجميلة وهدف جميل حقيقة، 25 الكرة لمصلحة الهدف، والهدف الشوط الثاني مختلف، لوزيانو 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 يا سلام على الدائرة، مستلمها مرتدة، رابع نبيها رابع نبيها، اوبا بس ايضا على الدائره، يلا 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 يا حسين يا شاكر يا داوود، عبد الله عباس ترك الجناح، جورجي سيلفا بعيده، اوبا يا سلام عليك، فرانكيز يعود الى الدائره، سدد سدد مره اخرى ايضا، عبد الله عباس يا سلام لكن بعيد، خلاص عاد بدا بدا حسن التريك، مشعل مشعل ولا تريك، لا مشعل لمصلحة محمد حبيب إلى جورجي سيلفا إلى حسان، هوبا تصدي ولا نذير، راح يموه أولى، موه 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 وعطها بذكاء أيضا، صعوبة الآن يلاقي صعوبة محمد حبيب، هنا محاولة الدخول قفلها محمد حبيب، جورج حسان هوبا، القائم يلعب مع الكويت الكويتي، هنا محاولة، هنا التسديدة مشار الشمري، هنا مهم الآن محمد حبيب راح يسدد إلى لوزيانو، إضافي ولا ولا للهدف رأي آخر، يحافظ من خلاله على هذه الكرة مهمة، إذا قطعت هذه الكرة أعتقد أن سريع فرانكيز، فرانكيز راح يسدد فعلا، دخل وسدد فيها إيقاف أيضا، فيها ايقاف ربما 10 ثواني، فرانكيز العدواني، فرانكيز تعادل، غلطة الشاطر بعشرة، غلطة الشاطر بعشرة، ما قلنا على محمد حبيب، صعبة صعبت عليه الامور، صعبة بهذا الشكل لكن خرج داخل المرمى، تكسيره يكسر الدفاعات، فرانكيز ما له حلول ابدا، على دكة الاحتياط ونزل مرة ثانية، هذا فرانكيز وهذا تكسيره، هنا المحاولة والهدف موجود والدقيقتين ايضا موجودة، اللاعبين محمد الى عبد الله عباس، هنا محاولة الدخول من الجناح، 10 ثواني عبد الله خميس
على الجناح ونجاح عبد العزيز الشمري. يمكن هذه أول تسديدات عبد العزيز الشمري. خلاص خلاص رشيدي، الطريقة الدفاعية اللي قاعد يلعب فيها بشكل ممتاز. محمد العباس وأبراهيم، يا محمد يا عباس. عبد الله خميس يحاول من بعيد إلى هرنانديز. خلاص خلصها خلصها. راح أقول له مبروك خلاص لأنه ما في وقت. هذا العدواني مع الاختراق. خلاص مبروك مبروك للكويت الكويتي. تاخذ ثقل المباراة، طبيعي أن تخطأ. هذا حسان أيضا خطأ، أيضا في جسم حارس المرمى. مرة أخرى لحسان أيضا، أيضا في القائم. خلاص لمصلحة الكويت الكويتي، ونقول له مبروك. إذن خمس ثواني ما ودهم يلعبونه. خلاص حسمت الأمور 37-33 وانتهت الأمور. ألف مبروك ألف مبروك للفريق العنيد حقيقة، اللي لم يستسلم ولم ييأس أبدا إلا مع صافرة الحكم، وبالتالي ألف مبروك الكويت الكويتي.